عندنا بقى تحية خاصة لمنتخب مصر امبارح بنقول له ألف مليون مبروك على اللي عمله امبارح بجد الناس وهي أصلاً موجودة في الشارع امبارح أكنه نهائي كأس عالم امبارح أو لأول مرة أصلاً احنا نتابع المنتخب الأولمبي احنا طول عمر المنتخب الأولمبي بيلعب وكان قليل أوي الناس فيها قليلة أوي جداً اللي بتتابع اللي كورة أوي اللي بتفهم جداً في الكورة اللي بتتابع المنتخب الأولمبي لأن المنتخب الأولمبي هو المنتخب إن شاء الله هيبقى الأول بعد كده فبجد حاجة تحية كبيرة لكل المنتخب الأولمبي امبارح حاجه تشرب بجد يعني والله العظيم اخر اخر دقيقه الواحد كان هيعيط ايه ده الروح اللي هم بيقتلوا بعض عشانها ديت والدقيقه 119 و120 يا جماعه ده الواحد لو فتح سبرنت بيبقى خلاص الموضوع يبقى صعب عليه دول ما شاء الله في الدقيقة 120 وما شاء الله عليهم اللياقة موجودة وكل حاجة موجودة تحية كبيرة للكابتن شوقي غريب ناس بجد امبارح اسعدتونا امبارح وكنت قاعد ومتأكد في الدقيقة 115 بفضل الله وعندي يقين عند ربنا سبحانه وتعالى احنا هنكسب قبل ضربات الجزاء وقبل ما ما نخش عندنا في ضربات الجزاء فتحية كبيرة فعلا للمنتخب الرجالة بجد والله العظيم من امبارح الناس كلها كانت قاعده بتسقف من قلبها ناس فعلا مستنيه فرحه احنا اول مره نشوف الاستاد القاهره كده على اخره لان بجد هو ده ان شاء الله اللي هيبقى المنتخب الاول وهما دول اللي هيرفعوا راس مصر باذن الله شكرا ليكم وشكرا على انتم عملتوه لشعب مصر كله بجد تعالوا بقى نشوف نكمل الزبده والسكر احنا مش بتوع كوره بس بنفهم في الكوره يعني اه مش بتوع كوره لكن بنفهم